مبررات شركات التأمين، شركات التأمين ذكرت أنه ارتفاع الأسعار بسبب أن الحوادث زادت. نعم، حسب اللجنة المرورية الوزارية المرورية للسلامة المرورية، الحوادث تلفيات ارتفعت بنسبة 28% مقارنة بعام 2021، ولكن في المقابل الحوادث الجسيمة انخفضت بنسبة 7%، الإصابات انخفضت بنسبة 3%، الوفيات انخفضت بنسبة 2%. وبالتالي اليوم احنا ننظر إلى المطالبات المتكبدة التي تحملتها شركات التأمين في المركبات، نجد أن المطالبات زادت بنسبة 24% عن عام 2021، ولكن في المقابل هنالك زيادة في قيم الوثائق التأمين بنسبة 18%. وبالتالي مبرر الزيادة ربما يكون، أو نسبة الزيادة ربما تكون إذا حسبناها تقريبا 6% نسبة المطالبات المتكبدة. فهذا يعني أن شركات التأمين رفعت بشكل واضح كبير جدا الزيادة غير مبررة، يعني من 500 ريال إلى 1500 ريال للتأمين، التأمين ضد الغير، هذا طبعا شيء كبير جدا. بعض الشركات وصلت إلى 2000 و2400 ريال بالزيادة. طبعا احنا لما نيجي نحسب الاقساط المطالبات على الاقساط المكتتبه نجد انه فعلا في ارتفاع بسيط جدا، يعني العام الماضي 2021 كانت النسبه 72%، والسنه هذه 74%، يعني تقريبا يصفى للشركات التامين بعد دفع المطالبات 26%. النسبه هذه جيده، واذا نظرنا ان شركات التامين بالنسبه للتامين المركبات لا تتكلف مصاريف اداريه كبيره بسبب ان مبيعات وثائق المركبات تامين المركبات تتم عن طريق الاونلاين. حتى الشركات الوسيطه تعرض جميع شركات التامين، وبالتالي هنالك لا يوجد مصاريف اداريه، لا يوجد مصاريف بيعيه، ايضا كلها تتم عن طريق اونلاين بدون اي تدخل بشري. وبالتالي طيب ما هي المبررات فعلا؟ اذا تسمح